منذ عدة قرون طبقة من الأثرياء والتجار داخل المدن الكبرى كفاس ومراكش. وبعد استعمار المغرب في القرن العشرين تضررت مصالح هؤلاء التجار بسبب قطع الطرق والإمدادات من المشرق، مما أثر عليها وجعلها تنخرط في دينامية العمل الوطني والمطالبة بإجلاء الاستعمار. وقد كانت هذه البيروقراطية التجارية تحمل قيما سلفية ولم تكن حاملة للقيم الحداثية، لهذا طالبت بالاستقلال نظرا لتضرر مصالحها، لكنها لم تطالب بنظام ديمقراطي وبفصل السلطات. كما تشكلت إبان الاستعمار طبقة من الأعيان ومن أبناء الفلاحين غادرت البادية وترقت اجتماعيا من داخل النظام التعليمي. وبعد الاستقلال وفي ظل الصراع بين السلطة من جهة التي تحالفت مع الأعيان وبين القوى الوطنية من جهة ثانية، نظرا لأن مصالحها تضررت اختارت البيروقراطية التجارية الانضمام إلى قوى الحركة الوطنية. وهكذا ستجد الإدارة صعوبة في إيجاد برجوازية ليبرالية يمينية تؤمن بالعمل الحر وتقدم خدمات من خلال المقاومة، وتكن للإدارة كل الولاء وتشكل ميزان قوة في مواجهة الحركة الوطنية. لهذا ستقدم على خلق هذا اليمين من خلال دعمه بالمقاولات التي تركها الاستعمار في إطار ما كان يعرف أنذاك بالمغربة ومن رجال الأعيان الذين تركهم الاستعمار. وهي للإشارة طبقة قريبة من دوائر صنع القرار بالمغرب، وتتميز بالنقط المشتركة التالية: أولا، استثمارها في القطاعات السريعة الربح كالعقار والمواد الغذائية والمقاهي الكبرى والخدمات إلى آخره. ثانيا، إيمانها بقيم الليبرالية في مجال المبادلات التجارية، لكنها لا تحملها في مجال الفكر، وبالتالي فهي ليبرالية اقتصادية ومحافظة فكريا وسياسيا، وهذا ما كان باديا خلال الحملة المناهضة لمدونة الأسرة التي تبنتها حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، حيث وجدت أحزاب يمينية داخل التظاهرة المناهضة التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء. ثالثا، اعتمادها غير المتناهي على الدولة في دعمها، ولا تمتلك ثقافة المغامرة. في مقابل هذا النوع من البرجوازية الريعية، لا يمكن نسيان أن المغرب عرف أنوية رأسمالية قادته برجوازية ناشئة تحمل قيم الليبرالية في الفكر وفي الممارسة الاقتصادية، لكنها مع الأسف عرفت عدة عراقيل. وما الحملة التمشيطية التي قادها وزير الداخلية الراحل أنذاك دريس البصري خلال ما يسمى بالحملة التطهيرية في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، والتي كانت ترم المس بمقاولين أرادوا أن يعكسوا استقلاليتهم تجاه السلطة واتجاه الإدارة. وللتذكير، فالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لا تتجاوز 40% من تمثيلية مقاولات المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن هناك طبقة وسطى تكونت ما بعد الاستقلال وقد انضمت إلى المعارضة، مكونة أساسا من أطر تعليمية ومن قطاعات إدارية أخرى، وكانت تحمل قيما حداثية وعقلانية، وكانت تدعم الأحزاب المعارضة الكبرى كالاتحاد الشراكة للقوات الشعبية، وقد تم ضربها في الصميم من خلال الإجهاز على مكتسباتها في بداية الثمانينات من القرن الماضي، والتي تميزت بظروف هيكلية صعبة بإملاءات دولية مشروطة على المغرب من طرف صندوق النقد الدولي. لكن سيبرز تذبذب هذه الطبقة ما بعد التناوب عندما دخلت أحزاب المعارضة التاريخية إلى الحكم من خلال التناوب التوافقي، بحيث ستتخلى عن دعمها خاصة لمجموعة من الأحزاب وتعوضها بدعمها لأحزاب ذات توجهات إسلامية. وقد أولى الخطاب الرسمي مؤخرا الحديث عن هذه الطبقة، وأكد على دعمها لما تشكله من استقرار مجتمعي وما تحمله من قيم ثقافية. ونظرا للأوراش المهيكلة التي يعرفها المغرب، فقد ظهرت فئة شابة من الطبقة الوسطى
تحمل قيما استهلاكية ووضعيتها الاجتماعية متحسنة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.